نتفق مع حضراتكم اتفاق، بما ان احنا الخميس والنهارده خلاص الخميس، بكره الجمعه، السبت السنه بتنتهي، يعني الاجازه بدات، يعني احنا كده اجازه نفسيه، يعني اجازه فكره انه الناس تبتهج. الناس دايما كتير مع الغنى، الغنى فيه بهجه، وبالذات لما يبقى غنى حلو، يعني لحن حلو، كلام حلو، صوت حلو، بيقدم، بيتعب، بيعمل مجهود. صدقوني اي حد بيعمل مجهود، حتى المطرب لما بيعمل مجهود حلو وبيوصل للناس والاغنيه تعيش والناس تستمتع بيها ويكلموا بعض ويقولوا سمعت مثلا فلان عامل ايه. انا بتكلم عن نجم بيبذل مجهود كبير جدا، رامي صبري، نجم من الاصوات الجميله حقيقي، رومانسيه، عنده شعبيه كبيره جدا مش بس في مصر، كمان في العالم العربي، وبنشوف ده من خلال حفلاته الناجحه في مصر، لبنان، دبي، السعودية. رامي صبري باذل مجهود كبير، يعني طول الوقت مختلف وبيحاول، بيشتغل على الكلمة، على الموسيقى، على الجملة، على التصوير، بيبذل مجهود كبير. المرة دي الحقيقة الألبوم بتاعه كمان مختلف، يعني أنا عجبني الاسم معايا هتبدع. طيب أنا عايز أبدع والله، كل حد عايز يبدع، والحقيقة فيه هتبدع أو تبدع، يعني كله إبداع، يعني أنا هبدع أو أبدع، يعني أيا كانت كله حلو. صدر منه الحقيقة 3 أغاني ولغاية دلوقتي، وهينزل باقي الأغاني على التوالي، وده من خلال طبعا منصات الموسيقى واليوتيوب. لكن الحقيقة الأغاني اللي نزلت كلها ملفتة. أجمل حاجة بقى كمان عملها رامي، عمل فكرة حلوة قوي، وأنا بحب المطرب لما يعمل أفكار. أنت في زمن السوشيال ميديا واليوتيوب والناس بتتفرج وبتشير وبتشوف، فهو من الذكاء راح عامل برومو للألبوم، أخد كده 30 ثانية من كل أغنية وحطها في برومو، حاجة بقى تشويقية ولطيفة، وناس تبقى عايزة تقول طب الأغنية دي بقى يا ترى نزلت، طب أنا عايزة أسمع دي، طب أنا عايزة أسمع دي. الحقيقة كلهم حاجة جميلة جدا. لا وحلوة العربية والصورة يا رامي، ويمكن خير، يا رب دايما يفضل خير. حلوة، أنا عجبني الأسماء اللي عاملها رامي، يمكن خير وهتبدع، يعني الحقيقة أسماء كده لطيفة وفيها لغة كده حلوة برضو. يعني المطرب الرائع رامي صبري، مساء الخير يا رامي. مساء الجمال. ايه الاغاني الحلوه دي؟ يعني بجد كده انا بتبسط لما انتوا بتروحوا فين؟ يعني بتسيبونا ليه مع اغاني وحاجات ما بتعجبناش؟ ايه الاغاني الحلوه دي؟ بتتاخروا علينا بيها ليه؟ الله يخليك، الله يخليك. اولا اشكرك جدا 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 على كلامك الرائع المحترم، طول عمرك يعني اعلاميه متالقه وكبيره وبنتعلم منك، واختنا وحبيبتنا وبنحبك وبسمعك كتير والله يا رامي. الله يخليك، وانا كمان يا حبيبتي بشكرك جدا بجد من قلبي، وبشكر الاعداد وكل الناس المحترمين شغالين في هذا البرنامج العظيم. اشكرك يا رامي. اولا كلمني، يعني عايزين يعني ايه نرتب معاك كده الكلام. اولا كلمني عن اختياراتك، انا عاجبني قوي الاسماء، هتبدع ويمكن خير، يعني اسماء مش متعودين عليها، فيها كده لغه لطيفه وفيها تفكير، يعني فكلمني كده عن الالبوم بالاسماء اللي انت عاملها. هو الالبوم، هي الاغنيه اسمها معايا هتبدع، مش انا عارف ان هتبدع بنقول واحنا بنكتب الكلمه على الكفرز والصور، كانت فعلا في مشكله الناس هتقول هتبدع بس هتبدع وتبدع الاثنين حلوين، يعني فيها ابداع، الابداع ده حاجه لطيفه. فلما الاغنيه دي عملها عزيز طبعا الشافعي كلام ولحن طبعا، الاغنيه دي دخلت في الاخر خالص، يعني قبل ما الالبوم ينزل تقريبا من 3 أسابيع كده. ايوه كنت خلصت صورت الفيديو اللي الناس شافته اللي انا هنتكلم عليه دلوقتي، يعني هي دخلت في الاخر خالص، فتمت باسم الالبوم عشان سببين. اولها انها اغنيه مهمه جدا ككوميرشال سونج، يعني تشتغل في كل حته المفروض في بالليل، سواء كان فرح او حفله او سهرات او انت عارفه الحاجات دي مهمه طبعا بقى. انا بركز فيها قوي طبعا، ان الاغاني بتاعتي تبقى موجوده على السماعات بالليل زي ما بيقولوا كده، يعني يبقى الناس كلها سامعة صوتي بالليل في كل حته. فكان لازم اسمي الالبوم باسم الاغنيه دي، عشان الاغنيه كمان دخلت في الاخر فما اتصورتش، فمش عايزه تتظلم، دي فاهمه طبعا موضوع التصوير اكيد بيوصل الاغاني اكتر، لانها أكيد بتبقى متصوره ومتركز عليها. هي ما اتصورتش للاسف لانها اتعملت بعد ما وهو بيتمنش من حوالي 3 أو 4 أسابيع كده. دي حاجه. بالنسبة للألبوم بقى، الألبوم هو مكون من 8 أغاني. أيوة أنا بقالي سنتين ما عملتش ألبوم بعد حكي مش تمام وغريب الحب مسلسل، عشان كده حياتك ما كانتش تمام لما عملتش ألبوم بقالك سنتين بس تمام. لا خالص بالعكس، أنا عايز أقول لك إن السنتين اللي فاتت دول من أعلى
كنت بتحضر كمان والناس على طول بتسمعك. لا السنتين اللي فاتوا دول عشان السنجلز توصل اكتر، انت عارفه الاغاني لما بتبقى انت موجوده على طول قدام الناس طبعا بتبقي على طول قدام الناس موجوده، فالناس بتشوفك فالناس بتطلبك فالناس بس يعني انت فاهمه الاغاني بتوصلك اسرع. وبقى احنا في زمن دلوقتي انت عارف كل حاجه بقت سريعه، والموضوع بقى بيجيلك على التليفون اللي في ايدك، ويعني ما بقاش بس تلفزيون، بقى في سوشيال ميديا وفي موضوع كبير يعني. طبعا فكان لازم ان احنا نشتغل من خلال السوشيال ميديا عن طريق الكليب، ان احنا ما نصورش كليب اغنيه واحده وخلاص وخلصنا. لا الموضوع بالنسبه لنا مش هيبقى متعب، احنا نصور في 10 12 ساعه كليب اغنيه زي اي البوم زي اي فنان وده العادي. فانا فكرت فكره من شهرين ثلاثه، وانا فكره البرومو بقى مش كده؟ انا فكرت، انا عاجبني فكره البرومو، لان البرومو ده بتاعنا احنا يعني، بتاع برامج بتاع مسلسلات، لكن الاغاني برومو دي يعني فكره جديده وحلوه. ايوه هي فكره جديده، هتتكتب باسمك يا رامي عشان لو حد عملها يبقى اخدها عنك على طول. لا بالعكس، انا ما حد يعملها، دي حاجه تبسطني ان انا عملت حاجه جديده والناس كلها بتعمل زيها، ما عنديش مشكله. بس انا بتكلم في انه الفكره بتاعت الكليب دي، احنا كان عندنا اختيار ان احنا ممكن نصور كليب عادي زي اي مطرب واي فنان زي ما انا عملت قبل كده من اول ما غنيت يعني. فلقيت ان انا ده العادي، ما انا عملت كده كتير، انا عايز اعمل حاجه جديده. فانا بسمع الشغل في الاستوديو بشتغل وبسجل وعايش في وسط الكلام ووسط المزيكا بتاعت الالبوم. انا بقى بشتغل في الالبوم بقى في الاستوديو عندي في البيت، ما بين انا الحاني والحان غير ناس ثانيه. فاكتشفت من ضمن وانا شغال ان انا ممكن اصور الالبوم ده كله إذا اعلان كده، ان هو زي ما وصل في الاخر اتصور كده زي ما الناس شافته، ان اصور لك من كل اغنيه ان شاء الله حتى 40 ثانيه. أيوة لازم دقيقتين من الاغنيه. وانا بقى كمشاهده ابقى مشتاقه عايزه اعرف، طب انا عايزه اسمع الاغنيه دي، طب انا عايزه اشوف دي هتبقى شكلها ازاي. طب فكره حلوه قوي. بالظبط. فجم الناس اللي معايا شغالين معايا في التيم اللي هو في الشركه عندي، عشان انا المنتج الشركه بتاعتي انا. أيوة. مش حد بينتجي دلوقتي بقى لي سنتين مثلا. فقالوا لي طب خلي بالك الاعلان ده هيبقى مكلف جدا جدا، لان انت كده هتصور ويومين تصوير ولبنان ولا دبي ولا مصر ولا، فانت فاهم التصوير يعني طبعًا. الموضوع الناس طبعًا. بتبقى شايفه التصوير كده شايفه ان الموضوع عادي، لا الموضوع متعب. لا طبعا مش عادي، انا عارفه مجهودي بقى عامل ازاي. طبعا متعب جدا وتكاليف عاليه جدا. قلت لهم طب ايه المشكله، ما احنا التكاليف هنجيبها تاني. قالوا لا ممكن ما ترجعش تاني، لان اليوتيوب ما بيحاسبش الناس بعد 3 دقائق. يعني اليوتيوب ما اعرفش الناس تعرف الموضوع ولا لا. يعني انت صحيح. بعد ما تخشي بعد 3 دقائق بيبتدي اليوتيوب يقلل ريتش عندك ويقلل الفلوس عندك ويقلل لقيت الموضوع داخل في حسابات كده انا ماليش علاقه بيها. ايوه انا عايز اشتغل فن، انا ماليش دعوه بالظبط، انا عايز اعمل حاجه حلوه يعني. ايوه هو ده صحيح اللي يعني. قلت لهم بصوا بقى انا هعمل وهعمل خلاص، ماليش دعوه انتوا هتطلعوا. بص ما هو كمان انت يعني الله يكون في عون الفنان وهذا الزمن، لانه انت عايز تقدم فن حلو، فن راقي متعوب عليه كلمه، تصوير، لحن، موسيقى، توزيع، وفي نفس الوقت الناحيه التجاريه بقى اللي هي بتذبح احيانا يعني، فانت مش عارف تمسكها ازاي يعني. ايوه هي طبعا جزء منها فن، احنا فنانين كلنا بنبقى عايزين نلبس كويس وشكلنا يبقى حلو ونغني كويس ونختار كويس، بس في الاخر بيجي في جزء طبعا بتاع البيزنس في الاخر. صحيح. اللي هو بالورقه وبالقلم احنا صرفنا كام وهنجيب كام. فانا بالنسبه لي الموضوع ده عمري ما فكرت فيه ولا عمري هفكر فيه، لانه مش بتاعي ومش عايز يبقى بتاعي. انا يهمني جدا جدا جدا، وده من اول ما اشتغلت من 2006 مع طار العريان، ان انا اي صوره تنزل لي واي اغنيه تنزل لي تبقى اول حاجه كواليتي، تبقى حاجه مختلفه وحاجه جديده ما حدش سمعها قبل كده. ما صحيح. عنديش مشكله ان انا اقعد سنه ما اعملش شغل، بس عندي بس ده معروف إن عنك انت طول الوقت حريص على شغلك حقيقي يعني، يعني دايما شغلك انت حريص عليه. دلوقتي لما بنسافر دبي زي ما انت قلت ان شاء الله، السعوديه بنعمل مهرجان الرياض ولا موسم جده ولا دبي ولا السعوديه ولا اي حته في الدنيا لما بنسافر بره، احنا في الاخر كمطربين مش كلنا بنسافر بره خلي بالك. طبعا يعني طبعا يعني مش كل النجوم في مصر عندهم الامكانيه او النجاح. صحيح. يخليهم يسافروا بره والناس يعني يحطوهم في حته كبيره. فلما بسافر بره انا بحس ان انا بمثل بلدي، فلازم طبعا ان انا اكون قد هذا الاسم اللي هي مصر بالاخر. صحيح يعني تكون قده بقى بالاغنيه والكلمه والاداء والصوت كل حاجه، ده اكيد والصوره. طب انا عايز اسالك يا رامي دلوقتي، انت عندك 3 اغاني من الالبوم ترند على اليوتيوب. ايوه يعني انت ده بالنسبه لك بقى بتبقى عارف ان الاغنيه دي هتعمل تريندنج، ولا برضو الجمهور بيفاجئك احيانا؟
بصي انا في انا بشتغل انا بشتغل مع الناس اللي بيشتغلوا معايا كلهم شاطرين وجامدين جدا، وبنقعد نشتغل نقول لا الاغنيه دي هي بتاعت اليوتيوب، لا الاغنيه دي بتاعت اللي بنقعد نقول اي كلام كده، وفي الاخر طبعا اللي في الاخر لما الاغنيه بتنزل هي اللي بتمشي لوحدها، ولا احنا بنعرف نخطط ولا اي كلام. يعني لو اقول لك انا مخطط ابقى كذاب، لان انا مش مخطط طبعا، لانه انا بس بخطط ان انا اعمل احلى حاجه، تعمل حاجه حلوه دي احلى، دي اكتر حاجه انا بركز فيها، ان الاغنيه يبقى كلامها بيرفكت، الغنى مظبوط، الكواليتي بتاعت الصوت لو سمعت ركزت في الكواليتي هتلاقيها مهمه جدا، ما تفرقش خالص عن كواليتي العالم الموضوع ده بالنسبه لي انا بيفرق معايا جدا طبعا، لان انت كمان لما ترجع تذيع لازم تبقى كواليتي الصوت حلوه. احيانا بنسمع اغاني نقول خساره الاغنيه حلوه بس كواليتي الصوت مش حلوه. لا بس احنا دلوقتي خلاص ما بقيناش طبعا في العصر اللي موجود اللي احنا فيه دلوقتي ده، ما بنبقاش بندور قوي على موضوع الكواليتي طبعا، الناس المصورين والفنانين اللي بتوع الكاميرا بتوع المزيكا عارفين قصدي، الاسمان ذات عارف قصدي، ان الموضوع ما بقاش في الكواليتي خلاص، ممكن واحد ب2 جنيه يعمل اغنيه تحت السلم تعديني وتعدي كل الناس. عارفه طبعا بس برضه لا زال لازم نحافظ بس على الفن، بس لا يصح الا الصحيح والله، ما فيش ظواهر دي ما بتعيش يا رامي، يعني هي بس بتتعب ودنا شويه، بنستحمل لحد ما يجي اصوات حلوه اللي احنا عارفينها زي المجهود اللي انت بتبذله، تيجي بقى تظبط لنا ترجع تاني الاذن الموسيقيه صح وينضبط الحال. يعني اتمنى طبعا اللي حضرتك بتقوليه، بس هو الفكره ان في مطربين تانيين بيحبطوا، بيحصل لهم حاله هو انا ليه اتعب وليه اشقى وليه مش عارف ايه، بس واحد لسه طالع بقاله يومين ولا اتنين ثلاثة جنيه يعديني عشان اعمل اغنيه ومهرجانات، في ناس بتفكر كده خلي بالك كتير. ايوه صح طبعا انا معاك. طب انا هسالك سؤال، بما ان انت من الناس اللي بتتعب بجد وبتجتهد في شغلك، جاوبني بصراحه، هل موجه المهرجانات بتنخفض وانت رايك ايه؟ بصي انا هقول لك حاجه انا بقولها دايما، يعني عشان انا ما بطلعش كتير قوي في موضوع الاعلام وما بتكلمش كتير، بس انا هقول لك حاجه، بس انت هنا في بيتك ده التلفزيون المصري، قول اللي انت عايزه. اتفضل. بيتي وبيتي كمان، بس انا ما بطلعش عشان كده ما بتكلمش في الحاجات دي، فمش منتشر عني المواضيع دي، بس بما انه بيتي التلفزيون المصري ومعاكي هقول لك اللي اول مره هقوله. المهرجان هو مزيكا طول عمرها موجوده من زمان مش جديده، والراب طول عمره موجود من زمان مش جديد، بس هي الفكره ان كل 20 30 سنه بيحصل حاجات كده في المزيكا وفي وحتى في الاعلام عندكم وحتى في السينما وحتى في حاجات كتير قوي على فكره في الفن، بيحصل حته كده الناس بتحبها وبترجع، يعني انت عمرك اغنيه مهرجان مثلا هتفكرك بوالدك او بجوزك او بابنك او بحد مات او ذكريات حد بتحبيه، عمرك ما انا شافكي يعني ما تفكرنيش باي حاجه خالص. طبعا انا هقول لك اغنيه المهرجان مش تعمل اي هدف غير ان هي هترقصك انت، مش انت يعني هترقص الناس بس، هي دي الفكره بتاعتها، لكن هي ولا هتفكرك باهلك ولا بتحني لبلدك ولا تفكرك بامك الله يرحمها ولا ابوك الله يرحمه ولا اخوك ولا ابنك ولا جوزك ولا حبيبك. يعني هنا انت بتقصد بانه اغاني المهرجانات ملهاش كينونه، ملهاش حاجه ترجعنا كده، يعني تفكرنا بحاجات او تنعشنا زي ما انت بتقول او افتكر ذكرياتي مع اهلي. واحنا ساعات على فكره لما بتشتغل في من ده انا تلاقيني بسقف وببسط بيها ومفيش مشكله، مش ضدها انا خالص، انا مش ضد اي فن من انواع الفنون ما دام الناس قبلته يبقى انا. طب هو المهرجانات فن؟ يعني بين قوسين طبعا فن من ضمن الفنون الموجوده طبعا، اكيد ما دام ليها جمهور وليها ناس بتدفع فلوسها يبقى هو فن ولازم يحترم، ولكن هل الفن ده، هل هو الفن ده اللي احنا عايزين يبقى ترند رقم واحد في مصر؟ يعني يجي واحد في امريكا ولا في السعوديه ولا في دبي يفتح يوتيوب مصر يلاقي رقم واحد مثلا مهرجان؟ لا انا ازعل كده ليه؟ لانه ما ينفعش رقم واحد يبقى المهرجان في مصر، غلط. انا بتفق معاك، فاذا انت عايز يبقى المهرجان موجود، فن موجود زي الاندر جراوند بره وزي حاجات تانية وزي عادي. لكن ما يبقاش هو الفن الرئيسي، ما يبقاش الفن الرئيسي. المزيكا مختلفه لانها مزيكا برضه ليها صوت وليها ثقافه وشباب مثقفين وعارفين بيعملوا ايه، ولكن انا بتكلم على المهرجان تحديدا، هو نوع من انواع المزيكا الشعبيه اللي تحت قوي السي كلاس، يعني اللي هي اللي هي سي سي يعني اكس اللي اسمها مش عارف بيسموها ايه. والله كده هنكون ظلمنا احيانا برضو يا رامي الشعبيين، لان احنا ده احنا عشنا احلى اغاني شعبيه مع احلى مطربين،
هو احنا ننسى محمد رشدي ولا العزبي ولا لا ده فن تاني بقى. ده فن رائع. ده فن تاني يعني خالص. سمعنا شعبي ما فيش احلى من كده. فاعتقد بنبقى بنظلم يعني. هو ده الشعبي اللي احنا نعرفه. طيب انت ايه رايك انه في بعض المطربين وان كانوا حتى مطربين لهم كينونه كبيره قدموا بعض الفنون زي المهرجانات بما انه كان ترند او موضه؟ بمعنى ايه؟ ما فهمتش. يعني في ناس راحت للمهرجانات قالت لك طب ما نقدم اغنيه تبقى شبه المهرجانات. لا طبعا أجوية. انا ضد الكلام ده لان كل فنان ليه الايدنتيتي بتاعته. مفروض يعني مفروض ان احنا كل اسم فينا ليه. طبعا دي فنان الفنان الكبير يعني اللي هو عارف هو مين وبيقدم ايه وعنده تاريخ وعنده مكتبه موسيقيه محترمه. ولكن الفنان اللي بقاله شويه بيغني لسه بيتعلم ولسه عايز ينجح من اي حاجه ده لسه بيبتدي. ما تقارنوش بالناس اللي هي بقالها سنين النجوم الكبار اللي تمثل مصر. طبيعي صحيح. يعني طيب انا عايز البني ادم قصدي الفنان قصدي اللي بيقلد شكل موسيقي ده ملوش شكل قصدي ما ينجحش. ما اعتقدش ما ينفعش. ما ينفعش يقدم الشكل اللي هو ملوش شكل. انا بتفق معاك. لا وحتى لو نجح مره مش هينجح تاني يعني. مش هينجح تاني. طيب انا هاخدك بما انك قلت معايا هتبدع فعايزين نعرف هتبدع فين في راس السنه انت؟ يعني الابداع بتاعك هيكون فين؟ انا السنه دي في مصر ان شاء الله هعمل ثلاث حفلات كده في مصر. يعني انا بحب جدا جدا على فكره راس السنه في مصر. مش عارف بقالي كتير ما عملتش بقالي سنتين. ايوه السنه اللي فاتت كنا عاملين حفله. هو في احلى من مصر؟ كانت احلى من مصر. طبعا مصر احلى بلد واحلى. ايوه طبعا وأحلى طبعا الشعب الطيب الشعب المصري والناس الجميله اللي انا بموت فيه وبحبه وبدع معاهم زي ما انت عايز براحتك يعني. انا بحب جدا الجمهور المصري. وعايز اقول لك على حاجه، حتى في القاعات بتاعت الحفلات بتاعت راس السنه ما بتلاقيش مصري بس. انا عايز اقول لك بتلاقي 40% من الجمهور مصري و 60% للسعوديه والليبيا وقطر. طبعا الناس بتيجي مصر علشان هي كمان يعني تبدع هي كمان. فقول لي حتى أيوة. هتبقى موجود في مصر في راس السنه؟ هبقى موجود بثلاث حفلات ان شاء الله. طيب تمام. عايزه اقول لك بما ان احنا بنستقبل عام، ايه يعني اغنيه يمكن خير؟ ايه الخير اللي انت نفسك تشوفه في 2023؟ يمكن خير يا رب. يا رب يمكن خير طبعا. لا طبعا اتمنى اولا على المستوى الشخصي ان انا اكون في حته احسن من اللي انا فيها، وان شغلي الجديد يعجب ناس في السنه الجديده يخش بنجاح كبير. اكيد. الحاله الاقتصاديه تتظبط مع الناس، الناس اللي مش ما بتشتغلش طبعا تشتغل. انا اتمنى لبلدي هم اخواتي وقرايبي وجيراني واصحابي اللي شغالين معايا وكل الناس اللي بشوفهم نفسي كلهم كويسين، ما حدش ناقصه حاجه. اللي مش شغال يشتغل، اللي ظروفه مش حلوه تتظبط. انا بزعل جدا لما الاقي حد مشاير حاجه على الفيسبوك من الفنانين مثلا زي اليومين اللي فاتوا ما بيشتغلش، او الحاجات دي بتضايقني جدا وتاثر على نفسيتي وبحس ان انا يعني لازم اقوم بدور بحاجه، لازم اعمل حاجه. اكيد اكيد. امبارح زرت مستشفى الناس في شبرا في مصر عشان مستشفى القلب للاطفال حبايبي. جميل. اول مره ازورهم يعني. عملت لهم حفلة كده بسيطة يعني تبرعا مني طبعا. والله ده حاجة حلوة جدا انه بجد مطربينا كلهم يقدروا يشاركوا ويبدعوا مع الناس دي، لانه رفع الحالة الإنسانية والمعنوية للناس ايا كانت الظروف ايه بيخلي الناس في حالة أفضل بكتير وممكن نعدي بيها حاجات كتير. أنا شايف إن بلدنا لازم في السنين اللي فاتت دي الرئيس يعني ربنا يكرمه ويعني يوفقه في حياته، هو اللي كان بيطلع لما بيطلع يقول لنا لازم كلنا كل واحد في شغله يؤدي اللي عليه. صحيح. فانا شايف ان انا من ضمن الحاجات اللي اقدر اديها ان انا مثلا اقدر اتبرع بحاجه للمستشفى دي او اروح اعمل لهم حفلات في حته معينه يتبسطوا بيها يحسوا ان حياتهم متغيره. اللي ما بيشتغلش نحاول نساعده. صحيح. يعني انا بحاول على قد ما اقدر. يا رب يا رب كله يكون خير باذن الله. انا هاخد من ابداعك اللي انت بتعمله في الالبوم الجدير ويمكن خير. بشكرك جدا يا رامي، بنتمنى لك كل التوفيق وارجوك اول ما تنزل حاجه جديده احنا نكون اول محطه تبعت لها كل اللي انت عايزه. نتمنى لك التوفيق في راس سنه وان شاء الله يبقى البوم كله توفيق ويعمل تريندنج زي ما انت بتتمناه دايما على اليوتيوب او على السوشيال ميديا او بين الناس الحقيقيه. الله يخليك. والفنان رامي صبري كل سنه وانت طيب. أنا بشكرك وانت طيبه وبشكرك وكل الناس في مصر وفي الوطن العربي كل سنه وهم طيبين
وهابي نيو يير، وان شاء الله سنه سعيده عليكم يا رب. اكيد، وعليك يا رب وعلى كل مطربينا اللي بيجتهدوا علشان بس يسعدوا الناس. بشكر المطرب رامي صبري على المداخله الجميله دي، وحاولنا كده لانه هو الحقيقه مقدم البوم جديد وبيحاول يعمل حاجه جديده تسمعه غنى حلو. هي مصر بلد حلوه، يعني الاغنيه بتاعت اللي بنى مصر كان في الاصل حلواني. اه والله حلواني، دي مصر بلد جميله وناسها بيحبوا الفن والغنى.